بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا ماما؟ ايه حالة الرعب اللي انت عايشة فيها؟ واضح ان مفيش حد في البيت. برضه اطمن. طب خلاص اطمنتي، ادخلي بقى اعملي حاجتك بسرعة عشان ما نتأخرش. طيب اقعدي 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 استني اقعدي، مش هتأخر. تصدق بقيت بتفهم يا بهاء، اوعى بقى تكون بتشغل دماغك. نعم. طب والنبي بقيت بتفهم من امتى؟ من ساعة ما وقعت الوقعة السودا بتاعتك يا سيدي. اهلا اهلا اهلا. تعال قول لي بقى مين؟ مفيش خلص مين؟ طبعا الفل. خلص مين؟ هقول لك بس الكلام ده بيني وبينك. ماشي ماشي. لا مش ماشي ماشي، بيني وبينك يا ابني. خلص. نوع مين؟ نوع بنت اللواء صبري. ايوه نوع بنت اللواء صبري. وششت خلاص كتل. ده هيضحك لي حمزه، احنا مش قايلين لحد ومش عايزين حد يعرف. طب ليه؟ طيب إيه؟ ليه اللي ليه يا حمزه بمخك كده؟ في ايه؟ انت عارف اللواء صبري صعب ازاي، وانا اصلا بالنسبه له عيل. اروح اقول له وسط كل الدب اللي احنا عايشين فيه دوت دلوقتي انا وبنتك بنحب بعض، هيضربني بالنار يا حمزه. في ايه؟ بقول لك ايه، ما تاخدنيش في دوكه والنبي الله يخليك. ها خلينا في شغلنا، قول لنا هنعمل ايه. والله ما انت عارف، مش عارف ابتدي منين يا اخي، مش لاقي حته ابتدي منها. انت عندك حق بصراحه، سليم بعد ما ضرب خلاص محدش بقى عارف ايه اللي ممكن يحصل بعد كده. بس كان بشويه متفجرات، بص عمل فينا ايه وفي مجدي. امال لو كده الشحنه وصلت له كان عمل ايه؟ ده بقى اللي قلقني ومخوفني جدا يا اخي، ونفسي اعرف جابر وسليم بيفكروا في ايه، بيجهزوا لايه. بص انا هجرب حاجه كده وجاهز. حاجه ايه؟ مش عايزني معاك؟ لا خليك واللي يوصل لحاجه يبقى يبلغ التاني. ماما انا باسبوري معاكي مش كده؟ لا مش معايا. ومش معاكي؟ لا مش معايا. مش انت اللي خدت الورق كله؟ انا خدت ورقي بس افتكرت ان انت خدت الباسبور بتاعك. خدتي ورقك يعني ايه ماما؟ هو ده كلام؟ هرجع اجيبه دلوقتي. كده هنتاخر. نتاخر اعمل ايه يعني؟ اروح من غير باسبور؟ طب استني هخلص حاجتي والم شنطتي واجي معاكي. لا يا ماما كده هتعطليني، خليكي انت كملي حاجتك، انا هروح اجيبه واعدي اخدك ونطلع على المطار على طول. يلا. طب ما تتاخريش. ماشي. ما تاخريش يا غاده. حاضر. استغفر الله العظيم يا رب على العطله. اول ما فتحنا السيرش لقينا لندن. حلو لندن، نطلع دلوقتي الجو هيبقى بارد كده ولذيذ، ننزل نتمشى في الشارع، نعمل شوبينج، ناكل اكله حلوه، نروح مسارح سينمات جميله. في ايه؟ ماليش خلق انا على اللف والمتاحف والصحيان بدري، انا مفكر في حاجه تانية خالص. بفكر نروح مثلا فار ايست بوكيت، نقعد كده في جزيره، جو رومانتك، جبل وطبيعه وبحر وروقان، مفيش احلى من كده. ايه الزهق ده؟ زهق؟ اه طبعا زهق. هو انا سافر 16 ساعة عشان اروح احط رجلي في البحر؟ طب ما اطلع السخنة احسن. ويكون في علمي كل اصحابي اللي راحوا الهانيمون بتاعهم في الفار ايست ده زهقوا بعد يومين بالظبط.
بقولك ايه، في كل حاجه في حياتنا انت اللي بتقرر. المره دي اللي هقوله انا هو اللي هيمشي. بوكيت يعني بوكيت. لا، اللي انا هقوله هو اللي هيمشي. لازم نطلع بوكيت، لان هي دلوقتي الجو فيها احسن 100 مره من لندن، وبعدين فيها رومانسيه وروقان وقعده بحر، وانا بيني وبينك عايز اهدي دماغي يعني. هو انت؟ طالما جاي للحد عندي يبقى خير، وخير جابر كمان. مش هتسألني الشيخ جابر بيتجهز ليه؟ مش دي اللي جابك؟ على فكرة أنا والإخوة سامعين عن اللي بيحصل، وعارفين ايه اللي بيتعمل معاكم من فترة. اي نعم احنا في السجن، لكن عزيمتنا ما تهزتش لحظة، وايماننا بنصر ربنا ما تزحزح. احنا اصحاب رسالة، ودي الفرق اللي بيننا وبينكم. انتوا اخركم تنفذوا اوامر وبس. على فكرة لو مستنين اقول لك حاجة تبقى غلطان، أكيد عارف مش هقول لك حاجة. أنا مش جاي أسألك على حاجة، أنا جاي أخرجك من هنا. قوم. أيوة نو. أنا تمام، كله حلو. انا في الشغل لسه، بس علشان انا بقولك انا في الشغل عشان كده ما كلمتكيش. في ايه؟ طب اعمل ايه يعني؟ يوه، ما انت اللي بتنرفزيني. طب يبقى الموضوع ده ما يتفتحش تاني. بص يا نونو، هقولك على حاجه بس عشان نبقى متفقين كده، خلاص؟ انا بني ادم عصبي، خلاص، انا كده وبغير. الكلام ده هيمشي معاكي وهتستحمليه كنابه، مش هتستحمليه قولي لي من دلوقتي، عادي مفيش مشاكل، انت حره يعني. ده اخر كلام عندك؟ انت اللي قلت اهو. طيب تمام، هنتقابل بكره الساعه كام بقى؟ خرج ليه؟ طيب ما تخليهمش يغيبوا عن عينيكم، انا هتابعك بالتليفون. يا شيخنا. خير يا صالح؟ في ايه؟ حمزه خرج عبد الله من السجن ورجاله وراه. خرجوا من السجن؟ ليه؟ مش عارفين والله يا شيخنا، بس كل اللي اعرفه ان هو حاول يتكلم معاه. وعبد الله مش ممكن يتكلم. هو جايز عشان كده خرجوا من السجن، جايز يكون عايز يخليه يجرب يتكلم غصب عنه. عبد الله مش هيقول له حاجه، بس لازم برضه ما ندوش فرصه يحاول. موضوع حمزه ده زاد عن حده، ما عادش يتسكت عليه. اجمع رجاله صالح، مشكله حمزه دي لازم تتحل والنهارده. امرك يا شيخنا. يلا يا رجاله. عاجبك اللي حمزه بيعمله ده؟ ايه عمل ايه يا باشا؟ راح السجن خد عبد الله ومشي. مشي؟ راح بيه على فين؟ معرفش، هطلبه دلوقتي واعرف راح فين. ايه ده بس يا باشا؟ سيبه. سيبه ازاي؟ مش لازم اعرف خده ليه وراح فين؟ يمكن حمزه يخليه يتكلم.
اديك شايف حضرتك وصلنا الحيطه سد، سيبه يجرب. ايوه بس مش كده، لو عايز يستجوبه كان قاعد معاه في السجن وعامل اللي هو عايزه. مش مع عبد الله، عبد الله ده كان تاني اهم شخصيه بعد جابر، يعني الاستجواب العادي مش هينفع معاه. شوف بقى له قد ايه في السجن ما طلعلاش منه بكلمه. يبقى حمزه هيخليه يتكلم ازاي؟ جند هنا ليه؟ رد عليا جند هنا ليه؟ لا رجعني السجن، رجعني السجن، انا عايز ارجع السجن. سيبني هنا ليه؟ رد عليا، سيبني، انت جايبني هنا ليه؟ انا سيبني بقول لك. مش انتوا اصحاب رسالة يا عبد الله؟ هنشوف دلوقتي. عندك استعداد تموت عشانها ولا لا؟ على فكرة أنا مش خايف من الموت. سمعني يا سيادة المقدم؟ مش خايف من الموت. عارف ليه؟ لأني لو مت هبقى شهيد، ومين فينا ما يتمناش ينول الشهادة. برافو عليك، برافو. سيبني بقى أخلص السيجارة بتاعتي علشان أفكر كويس قوي أنا هعمل فيك إيه. ده مش جنوني على فكرة، أنا اتحكم عليا بالسجن مش بالإعدام. يا سيدي ما تدقش، القانون مليان أخطاء، وديني أهو بحاول أصلحها. مش من حقك، أنت كده بتقتلني ظلم. ظلم؟ بتتكلم عن الظلم يا عبد الله؟ ايوه ظلم، دي حتى السجن اللي انا اتسجنته